صحيح. بكل تأكيد. طيب دكتور محمد، عايز أروح مع حضرتك لنقطة أخرى، واهتمام السيد الرئيس وتوصيات سيادته بالمبادرات الصحية القومية المختلفة، وعلى وجه التحديد كان في هناك توصيات بإنهاء قوائم الانتظار. طبعا أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يا أستاذ أدير، إحنا من أحسن دول العالم. أنا مش يعني ناس يمكن ساعات ما بتصدقش الكلام ده، إحنا من أحسن دول العالم في التعامل مع الحالات الحادة والعاجلة وقوائم الانتظار. في بعض البلاد مش يعني المتقدمه جدا، الحاجات اللي احنا بنسميها الحالات البارده اللي هي يعني تقدر تستنى ممكن تقعد 18 شهر، زي مثلا عنده كاتركت، زي المفاصل، زي الفت، الحاجات كده. قائمه الانتظار كان فيها الافات من الناس، هقول لحضرتك لغايه امبارح او الاسبوع اللي فات الدوله قدمت لملايين من الناس العلاج، سواء الجراحي او التدخلات الطبيه او الوسائل التشخيصيه او اعطاء الادويه لملايين الناس. لغايه الاسبوع اللي فات كان ما تكلفته الدوله في هذا 10 مليارات جنيه. 9.9 مليار جنيه. جميل. فحضرتك دي توصيه او توجيه من سياده الرئيس وفعلا بينفذ، وكان امبارح التوصيه المهمه جدا استكمال هذه الحملات للقضاء على قوائم الانتظار. صحيح. والحكايه ماشيه فعلا. والتوصيه الثانيه ان احنا بنستفيد من كل القدرات الطبيه والاماكن التي تقدم الخدمه، سواء في مستشفيات وزاره الصحه او في المستشفيات الجامعيه وهي عندها امكانيات هائله في مختلف المحافظات. صحيح. او في حتى في القطاع الخاص. احنا دوله ومتكامله وكل حته بتقدم خدمه نقدر نستفيد بيها سواء تشخيصا او علاجا مع الكوادر البشريه، فنستفيد بهذه الخدمه للقضاء على قوائم الانتظار. يعني هناك تنسيق يا دكتور ما بين القطاع الخاص والحكومه؟ كل ما الشركه بنقدم خدمه بتطلع حاجه جديده. وهكذا. ده طبعا بالاضافه الى وسائل العلاج الاخرى، يعني التامين الصحي بيقدم خدماته. حضرتك التامين الصحي الخاص في بعض الجهات بيقدم خدماته. التأمين الصحي الشامل بدأ يقدم خدماته. فكل دي يعني الحقيقة تشهد المنظومة الصحية خدمات كثيرة جدا. وأضيف لحضرتك تاني حملة 100 مليون صحة في اكتشاف بعض الأمراض المزمنة أو الجينية أو الخلقية بتساهم كثيرا جدا، أولا في علاجها، رفع عبء شديد جدا لمعاناة الأسر وأيضا عن المرضى، وفي كل حاجة التدخل في مرحلة مبكرة بدون شك بيقلل المشاكل والمضاعفات واستمرارية المرض. صحيح.